صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مرة توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضة ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروحوا المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. دوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الداهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش شايلنا 400,000 جنيه ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بستليه؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنه. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ يخرب بيتك انت والترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو يا عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وقفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يا مخطوب انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش خش يا بيه. احنا فين؟ في
شبرا مزمار، انت بتسلى علي؟ هتسلى عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس، في السابع، لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ده؟ مصر ايه ده؟ ايه الحمورية دي؟ انتوا انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات ده يا مصر. مصر ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل ايه ده يا بشبيش؟ ايه ده يا بشبيش؟ ايه ده يا بشبيش؟ خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليا يا بشبيش. ايوه استنى عليا يا بشبيش. انا معاك يا كبير. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بشبيش. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حضرتك تاخدنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف الصف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتزل لنا ولا ايه؟ انا لا هزل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه هبرد الخزنه. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته خلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا ترد الخزنه ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. حوى قوي حوى قوي على المروح. فهمتك على الله. على طول اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوع على المروح ليه؟ إيه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. اه احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
انت وقف اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي يا معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما فكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلامتين له محسن. لا وانت الصادق، سلامتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه حلاوتي، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اتسلم مع النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه، ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر. بلك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا شربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا، يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان، هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه خد ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ لوم العوافس والله عليك، تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خاله مؤويه، جاتك الهم.
الكحول في وشهم. عينيا حاضر، امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما املى سفاحه الميه. الله ده ليه يا ست انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله بقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيه. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. حسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديها للعيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. معلش يا حبيبي. يا ستي ولا عليك عشان الورد يسيلوا عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه عايز امك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفه القواه. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا حاضر يا ماما. سيب يا بنت مع اختك. يلا حاضر يا اختي. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي اندهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي اندهي لنا. بقول لك اطلعي اندهي. اندهي انت بقى يا ماما. اوعي يا اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوام هات العيش. نعم. العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. تفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا اخينا انت وهي. مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه ده؟ بعت سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاك. يلا يلا يا ست توهية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه لسه هطلع السلالم دي كليتي. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل حماتك تحبك. ماشي ببلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش حقك عليا. اخد عجلس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي يا اختي. اطلعي يا حاسس. انا باخد لحاسس. اه الله يا نهار. اطلعي يا اختي اطلعي. اطلعي يا اخويا. يا اخويا يا اختي اطلعي بقى. رشي على كده. ايه يا ست انت؟ اقعد اركبي وهو يحشك. شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايزه ونش شوك عشان يشيلك. أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيل دي عيب عليك. أيوة تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معايا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال. لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا. أنت خد مين وأنت خد معاك شيل. شيل شيل يا أخويا. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل شيل. شيلوني يا جدع. شيلوني. شيل. تعالى يا أخويا تعالى. والحين عدينا مؤاخذه. تعملوا ايه؟ قضيه منيله ب 60 نيله يا اخويا. بعد عنا وزها لقوا فلوس ناقصه في الشغل. اه على بلاطه كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجه. لجنه خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد. انت شو بتعمل؟ 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 اوعى يا حرس. والله العظيم بالكسم يا ولاد يا سعديه يا اختي. جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه عدم المؤاخذه. ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يو هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابله يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا فالك يا نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه. انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تاخدهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيدي
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمار. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد والسنة وصلوا الجمعية يا فندم. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى من هذا معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه اخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. مالك في ايه؟ مالك انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمة بريال قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمة بريال قال اقل حاجة عندنا نص كيلو بتلاتة جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة، بنشتري بالعشرة كيلو بالاربعتاشر كيلو بلد، وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمة قال ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقولك ايه، خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاع اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا بعديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش رايق الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش رايقة. مرزوق حتى انك مبحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل اتفضل. بلاش السايب، خلي لك زيادة اجليطس. كتر المزة اجليطس. اخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا قد ايه. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليا ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف واركب لك ذنوب؟ ايه في ايه؟ ايه؟ عنك انت.
حسن. حسن ومرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. رزين رزين. الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفع. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخولوا بخير يا كوتش؟ يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. ده حلاوه قوي. طيب الحريق بدون كوتش. الباقي تمن توصيل خوريو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجه، انت عايز ثلاثه عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. Thank you.
دول على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب روح لحالك روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد خلص عليهم هم الجوز دول. الحكومة ارمح يا ولد. ولا يهمك ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرق حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. برزوق. الدمنهوري برضو؟ لا الكوتش. قول لي العلم دي كانت تراقب لك ليه؟ حرقت خمرت مش ليه؟ الغرق ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتنا. ده مش سبب كافي يخليك تيجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد تشكيله غيرك انت يا سعاده البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل.
50 مره قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفش على الفلوس، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعاده البيه، وده في البيه دلوقتي سعاده البيه، اكل ولاد السبعه منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت، بكره هبعت لك باكوين عشان خمار الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دول اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها على الناصيه؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زارك جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البرلانت، لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تزرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه امين. بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل يا سعاده البيه. شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله، ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا، ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل، وبلاش قلة ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني، بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ثلاثة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقه زوكه، تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخا؟ سلفني العربيه دي شويه اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه دي امانه. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانه؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربيه دي وهيديني 10% والبيعه هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصله عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد بيكبر حد النهارده؟ انت بالشغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقله، يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انا. ايه؟ فيها انا. العمل يا صح. انا واقع من جوه ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري؟ لا 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 بلاش شط، دي ملهلبه قوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه؟ الشنطه خفيف. هجيب سجاير واجي لك يا صاحبي. ماشي.
ثلاثة دوبل صلصة زيادة. صلصة خلصة. طب ما تحطي لي شوية مش. جرايه يا سيدنا. ما تقف قوي وتتكلم عادي لما أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجة؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح لعرجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمل لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الليش. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا نعملها حط كوبايتين من القهوه يلا. من عينيا يا ست الكل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش راح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكرين فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. مش كارها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ طعم طعم. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكه يا دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال. يا مين؟ الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش كمان. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. انت الحقيقه اللي معايا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركه. اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. يبقى منسج هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. عيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منهج. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين. اتنين حلو يا حاج خلاص. وايه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص. ادي باك اهو كمان. كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحجاع ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي.
خوليو، انت يا خوليو اصحى. مين؟ كوتش. مرحبا كوتش. ايه العالم دي كلها؟ مؤاخذه يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده، اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا جدع انت، خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك، الحمد لله. خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته وشيل منابع. يلا بالعنايه. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كوش. اقف طابور، اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. العظيم اللي مش حق. ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطه الفاطسه؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقه. يابا سباك سباك سباك. وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقه. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاته اربعه، انما ده عنده شقه مش متجوزاه، فاهمه؟ اه ياكل كل مستنيه جدع. ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه في جوابه للصفان. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يبقى طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني. انت ممكن تيجي تاني في اي وقت
البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط، اجل البيت مفتوخ انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد. معلم. الو الو فريد بي، دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ ما هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل. لا انا محضر السواق، ماليش دعوه انت. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي اني ارقص. ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب مندوسي مندوسي. العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان. كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير اتجوز عازب. كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشه دي؟ بتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ شوف يا واد. بص كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده أنا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت أهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان، أنا متأكدة. هم تيكا تيكا هم هم تيكا. مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصة تانية. فرصة تانية ايه؟ ده انا جايله من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟
علينا. يعني انت مظبوط. زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكاية. انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا ما انا هقول. تعالي بس تعالي تعالي انا هقول. تعالي يا زينة تعالي تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زين؟ ابو خيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من خيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته. وانا هبقى اقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس ولما انت ما انتش سارق لك سريقه ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ماني كنت جاي لك. بس ماني هقول لك، اصل انا كنت هاجي لك. بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي. وانا كنت جايلك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيلا التانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جايلك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي يعني. اللي حشني يا زينب ان 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 ان, إن, إن انني كنت يعني واخد بال حضرتك؟ يلا يا حلو، تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب إنما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. هم يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمراء. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينة؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكاية؟ ايه التأخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولودة دلوقتي، يعني مولودة في ساعتها، فدي كثافة سكانية يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجة، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لأن ايه الحكاية؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العلب، بس هما بقى جسمهم فارم كثافه السكر. 412,000 مليون. امشي يا شعبان، مليون عين. انت في حياتك زين، ما انا ده كل اللي كثافه السكانيه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم.
شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى. خليك انت في عيشتك الفارغه، وبقابلني وخدها مني كلمه حكمه من فات قديم وتاه يا شعبان. زين زين، انا ما هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه. زين وافضل ساكت. ايوه بس ده خطوره. عشان انا خطوره ولا حاجه، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت. لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد، عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه. ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات التلفزيون، شوية بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنية من شيلي، المياه الصحية التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الأسرية. ما ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الأسرية؟ طب ما تيجي بقى تبيع بالمرة الهواء في أكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الأخوية. يا عبد الجواد يا عبد الجواد، أنا عايز مشروع عليه القيمة. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرفت، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن، طع
طحنه بشويه شطه وعبي يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بلوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل كلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد، دول ناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها الحكاية جد مش هزار. مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لمؤاخذة يعني. انا فريد الغطريفي. نعم فريد الغطريفي. مين فريد الغطريفي؟ ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا بعد ما شركائك اوهموك اني مت. ايه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة اروح اعبهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقة، انا هكون عملي معاك. ثروة ابويا كاملة انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة انا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل مع السلامة، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. أنا ماشي مديك 24 ساعة تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. في السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. سمي عوض. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بيه.
ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنيل على عيني العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المدح والبتاح كله، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه. وصاحب البيت شات ونصاب، وانت كمان نصاب، وانا انت اهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان، قوم انت اهو من هنا، قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا، يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة، يلا مستنيني ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. فاضل معاكوا فين؟ خير؟ معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟ من غير بطاقة يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام. اعدام اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا فندم؟ خد شاويش على الحبس. يا ابني خدنا على فين؟ حبس ايه؟ اتفضل يا قدام. اوعى ايه؟ ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو اتفضل. اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على اخوك. اشرب حبايب يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه. واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا. شعبان ازاي لقى نفسه هيروح فيها؟ هتبلغ علينا. شعبان ليه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. زيقه الرقاصه